افتتح في دولة الكويت الشقيقة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. معالي الشيخ مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار شاركت في حفل الافتتاح الذي أقيم بحضور العديد من وزراء الثقافة والقيادات والمسؤولين في الدول الخليجية والعربية، وأكدت معاليها أن افتتاح هذا المركز الثقافي إنما يعكس اهتمام القيادة الخليجية بالثقافة والفنون وبدورها في خلق بيئة خصبة لأجيال تقاوم المتغيرات والتحولات بالثقافة والارتكاز على التراث الوطني. واعتبرت معاليها بأن دولة الكويت كانت دائما رائدة في دعم الحراك الفني والمسرحي في المنطقة، وإن هذا الصرح الثقافي يعد ثمرة لذلك ولاهتمامها المستمر والمباشر من قبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي يرعى الحراك الثقافي الكويتي. ونوهت معاليها بأهمية العمل الثقافي والفني المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعزز التوجهات الحكومية في تنشيط السياحة الثقافية واستقطاب السياح من شتى دول العالم. ويهدف مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إلى تسليط الضوء على الفنون المسرحية وخلق عالم فني داخل مساحات خضراء واسعة على مسارح فنية وقاعات للحفلات الموسيقية ومركز للوثائق التاريخية. ويتميز التصميم المعماري له بإظهار المباني الأربعة كالجواهر داخل حديقة خضراء على مساحة تزيد على 200 ألف متر مربع.